الحمد لله، اخبارك انتي؟ الحمد لله. انا توني فتحت. انت اول حلقه بطلع معك؟ والله هذا اول جوله. يلا. الاضاءه قوي ولا اني غلطان؟ الاضاءه عندي ولا عندك؟ الاضاءه مالتي قويه. قويه شوي يعني طالع. طب ليش ما يقلل شويه؟ بس اوكي. اخبارك مورج؟ والله تمام. انت كيفك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شكو ماكو مور؟ من زمان عنك يابا. ايه والله. انت والله ما مختفي. والله كانه مغيره مكانك. عملت هيك مثل استديو صغير. طب وين الاضاءه؟ حاطه اضاءه الغرفه كانه. الاضاءه ما اللي هي عم ترجع لي عيوني الرينج لايت، فحاطه هذا الكبتش. اي والله حقك. ايه لا هذا احسن. والله نورتي عيني. نورك الله يسعدك. يا جماعة بدنا تكبيس ترى. ما هلا دخلت تعال. لا تكبيس. انا اول جولة هذا والله. ايه عمار اليوم بدي احكي لهم عن قصة ما بعرف اذا سمعت فيها، بس هي بمجالكم بالفن. ايه راح احزرك حزورة انت واللي عندك. اوكي. ايه في فنان كان كلش كلش مشهور ووسيم وصوته حلو وفي اوج الشهرة والمال، قرر انه يترك كل هذا الشيء وراح على الكنيسة وصار راهب. تعرف مين هو؟ حزورة انت لا. والمتابعين. لا منو؟ لا معروف كثير كثير لازم تعرفه. ما غششوك. لا ربيع الخولي. ايوه برافو. عايشيني. لا هيا فقرات تجنن. بعد السؤال الثاني. والله الحزورة الثانية. لا اليوم بس بدي احكي لهم عنه عشان هذا الانسان يعني صار معه شيء كثير غريب، انه كان طلع باستديو الفن. بتعرف استديو الفن هو اول برنامج كانوا يطلعوا فيه؟ اي صح صح قديم. اي قبل الايدل والما ايدل والبرنامج. صح يعني بالضبط. اي فكان كلش يعني بعز الشهره والناس تحبه وطلع هيك طلعه كبيره. بعدين فجاه صار حادثه انه توفى اخوه وقال انا خلاص مش قادر يعني اكمل بمجال الفن، وراح اتجه للاتجاه الديني. هو مسيحي من اخواننا المسيحيين، فصار راهب في الكنيسه وخلاص يعني ضل راهب وصار يدرس الاطفال. اي يعني هو الى قصه معينه اللي ما سوى هيك. الى قصه قال انا حسيت انه يعني مش مرتاح بالشيء اللي عم بسويه، مع انه كان عارف يعني لو واحد مثلا فشل أقول، بس هو كان خلاص يعني موصل لدرجة شهرة كثير حلوة. فسبحان الله يعني. مثل شو اسمه أدهم؟ همينا بن أدهم نابلسي. صح. يعني هم ترك الفن يعني قرر إنه يترك الفن ويتجه إلى قراءة القرآن والنشيد ديني، أناشيد دينية. إيه صح والله. حتى أدهم قصته غريبة. إيه. بصير أحداث مرات. والله هذا إيه كل أحسن. واحد عنده مبدأ. وعنده قناعة، يمكن صار عنده قناعة انه هذا الشيء انه خلاص يعني. ايه صح. الله يسعدكم يا جمهور عمار الراقي المثقف اللي يعرف معلومات اللي يكبس. روان من احكام ها. ولازم تنفذين. يا جماعة انقذونا. يقول من احكام. طب هذه ما تشفع لي. شوف شو جبت. اوه ابو وسام. ابو وسام على المتاية. اشرب متى مكتوب عليها يا امرأة انقلبت تاريخي. هاي شلون شغلة؟ هاي شلون شغلة؟ شفت؟ احنا كمان فنانين بس يعني 11 ونة عندنا. والله يا روان اذا روحتي وناتي يا ويلك. دير باركم الونات تطير. تتذكرون لما هذاك اليوم طيرت الونات عبالكم اني انسى؟ انا انسان مستحيل انسى المواقف. ايه طلع بحط بقلبه عمار. لا ما احط بقلبي بس انا مش شفتش اتذكرت. يا جماعه اخر الثواني يا رب جحفله اخر الثواني. انتبهوا مثل احنا قلبنا طيب نفصل الجوله نقول لا خطيه والناته. مو كل الناس مثلهم قبلهم شنو قلبهم طيب يعني بصراحه يعني ما انسى ذاك اللحظه. ايش قد كانت وناتنا بوقته؟ 9-10 كان. كثير صح والله. يقولون جولتين عمار روان تخبل. والله واحد يجي كتب كومنت. 9. الله يسعدك.
والله انت اللي تخبلوا. يي يابا اخر الثواني انتبهوا، والله احس في جحفله ما ادري ليش. بنروح جوله ثانيه مع اغنيه حلوه، بس اختاري اغنيه حلوه قبل ما هذا. يا امرأة انقلبت تاريخي اني مذكور. لا 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 هذا مدرسة الحب وبداية البث. لا لا اي صح صح. طيب اغنية ثانية، اغنية ثانية. والله كل اغانيك حلوة. حضرت لنا الاغنية تبع عقدة المطر، خلص فصل الشتاء وخلص المطر وخلصوا الغيوم. خلصت وما لا شو انا ولا وينكم؟ ليش ما تحضرون اغاني؟ اكرهوا هال ولا ايش؟ ما سمعناها. صور لي عن جد حلوة. صور لي كثير حلوه. الله هم مثل السهر اذاك. يلا صور لي. ايه يلا خلاص طلبت صور لي. صراحه كل اغانيك الجديده حلوه، بس انا هاي كثير يعني كثير بحبها اكثر واحدة. يلا صور لي. يلا بسوا لا تفشلونا، خلينا ناخذ الونات. تهدر